بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هلأ بالفيديو اليوم إن شاء الله تعالى راح أشرح كيفية الحصول على رقم البي وكي خاص بخط سيم ال دي. هلأ المشكلة اللي صارت على الشكل التالي، إنه أنا عندي جوال تاني فشلت السيم الخاصة بخط ال دي من جوالي القديم وحطيت السيم ال دي بجوال جديد، فعم يطلب مني رقم البي وكي. طبعا هذا الرقم الكود انا بالنسبه لي كانه نسيانه او ماني متذكر بالضبط شو كان الرمز. يا ترى كيف فيني احصل على رمز البيوكي الخاص بتطبيق الدي؟ هلا في عندك طريقتين، بامكانك من خلال الموقع الرسمي الخاص بتطبيق الدي ذلك رح تفوت على حسابك، او من خلال التطبيق الرسمي الخاص بالجوال. انا بالنسبه لي رح فوت على تطبيق طبعا تطبيق الدي ذلك موجود عندي على الجوال القديم، رح فوت على تطبيق الدي على الشكل التالي. فمثل ما شايفين عندي هون طلعت عندي الواجهة الرئيسية على الشكل التالي. هلا بالنسبة لي بدي فوت راح فوت على حسابي على تطبيق الدي ذلك عشان اشوف المعلومات الخاصة بالسيم ومنها رقم البيوكي. راح نكبس على اشارة الكونتو على الشكل التالي او الملف الشخصي، راح نكبس عليها ضغطة هيك. طبعا انا بالنسبة لي عندي حساب بموقع الدي ذلك فعامل تسجيل دخول بالايميل مع كلمة السر، فابدا بالنسبة لي الايميل وكلمة السر بالنسبة لي مع محفوظة. انت اذا كنت نسيان يعني كلمة السر بكل بساطة تكبس على كلمة باسورد وتعمل استرجاع عادية لكلمة السر. اما انا بالنسبة لي بعرف كلمة السر، هلا عم يطلب مني ادخل كلمة السر الخاصة بحسابي على تطبيق الالدي تك. راح ادخل كلمة السر وراح كفي. حطينا كلمة السر، هلا راح اكبس على كلمة انملدون. فمثل ما شايفين عندي هون انا حاليا داخل تطبيق الالدي تعلق على الشكل التالي. هلا عم يعرض لي هون المعلومات الشخصية الخاصة فيني، الرقم الخاص فيني، رقم الكارت، الايميل، العنوان. انا بالنسبة لي بدي احصل على رقم البيوكي، هذا هو رقم البيوكي الموجود عندي هون على الشكل التالي، وعم يكون هذا الرمز الخاص فيني. وهيك بكل بساطة عرفت رقم البيوكي الخاصة بسيم الدي. هلا هي كان كل شيء متعلق بكيفية معرفة رمز البيوكي الخاص بسيم خط الدي. هلا الفيديو بيكون انتهى، وشوفكم بالفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.